لا طبعا طبعا طبعا. لا انا بص، احنا راجل، انا بتكلم فني، فالراجل المدير الفني بتاع الزمالك بيشتغل، فلازم يديله حقه حتى وان بعض الاوقات النتائج ما ساعدتوش، احنا بنبرز الشغل. فالراجل ده، لا الراجل ده بيشتغل بشكل كويس قوي وبيحفظ اللعيبه بشكل كويس قوي، واتمنى الراجل ده نديله الثقه، ومع الاستقرار هيجيب نتائج كويس قوي قوي قوي. لان انا راجل بشوف كوره. قبل كده كنا في مديرين فنيين جيدين لكن مش قادرين يعملوا التوليفه، لا انت النهارده بتعمل شغل.